السلام عليكم، يوم عادي طيب معكم. بطاطا معمرة بكفتة، غادي نحتاجو تبتة، عين نوع ديال تبتة، أنا خطريت اليوم نابخيري. غادي نحتاج زيت زيتون، غادي نحتاج قدبور معتنود، غادي نحتاج فرماج حمار كنت بعتدين، غادي نحتاج بطاطا. بطاطا أنا حاسب العدد الأخرى، ونفسي كفتة أنا حاسب العدد الأخرى، أنا جبتها 10 طراب، وبطاطا كتبقى إختيار. وبنيت بالعطية نديرو الملحة كمون والزعفران. أول حاجة بتمينا طنو على النبي. أول حاجة غادي ناخد بطاطا، غادي نقشرها، من بعد غادي نخليها تنق في الماء مملح. ودابا خديت كامينة، خديت دابا كامينة ودرت الماء ودرت عليها بطاطا وندير عليه شوية ديال الملحة، غادي نخليه يطيب على خاطر. ودابا غادي ناخد كفتة وغنديرها طرية نطبق تقطها، وغندير عليها شوية ديال القزبر ومعتنوس، غادي ندير فرماج حمر من بعد نيد طنية عطرية وقزبر ومعتنوس، حكيت فرماج حمر وغادي نديرولي. ودابا سمعت كل شيء، وندهنت مني بديت نعود، وبقيت كندور بكفتة. ودابا غادي ندورهم نسكنهم بالدوائر. من بعد نكوت كفتة، دابا غادي نخليها ترتاح كمالي تطيب لينا بطاطا. من بعد نطاب لينا بطاطا، البطاطا اللي معمرة بالكفتة، خديت طينية ديال الفراد ودهنتها بالزيت أو الزبدة كتبقى أحد بإختيار، وخويت هنايا ناتو توماط كتبقى إختيار. يعني تبرد واحد شوية بطاطا ونقطعها، انا قطعت البطاطا باش نعمر كفتة. كنت بقى البطاطا الى تقطعها بهذه الطريقة هذه، خاطر ما توطن تحت، قبل ما توطن تحت حيدو الموت. كدير واحد المسافة بيناتهم، وضروري البطاطا تكون كبيرة باش يجيكم زوينة. ونفسي نشاط من الكفتة بشدة طوطو بالجوانب. ودابا غادي ندينو واحد بون معتنود، وغندير عليه فرماج ونقطع ديال الزبدة. ودابا غندير ربيع، من بعد نضفت الزبدة يعني قدبور ومعتنود. ودابا غادي ندخلو الفران يكون صاخي. دخلتو دابا الفران، غادي نخليه يطيب على خاطر. يما غادي نطيب معاكم طاجي ديال الحمران. غنحتاجو زبدة، غنحتاجو زيت زيتون، غنحتاج حمران، ربع كيلو نطفيلو هنايا كتبقى حسب اختيار. غنحتاجو عطرية حسب اللي موجودة عندك. هنايا درت منها كمون و زعفران. غنحتاج لاتو طوماط، طنطا طماطم، غنحتاج قطبور و معتنود و فلفلة حمرا. غادي نحيد لي هاديك الدرية ديالها و نحيد هاديك الخضرا نفوق نكينا فوق.
نتمنى على بركتنا صلوا على النبي. أول حاجة تنقصوا قمو، ومن بعد تنخنيو يتنق نص طياب. هذا خديت كامينة وجبت الماء وتنخني الطيب، ونضيف عليه شوية يعني ملحة، وهذا تنقمو البنية جدا قمون من بعد تطلع، وبعدين خليه يطيب على خطو. يعني تبقى طاجين قمون لا تطمر كما كان يكون لكم، ضروري نديرو هاد الحديدة هادي، وهاد غادي نضيفو طاجين يتخن ونمو. من بعد ما تخن الطاجين غادي نضيف ليه ديت ديتو، ومن بعد تستقيمو، من بعد غادي نضيف العطرية وقزبر ومعدنوس، من بعد غادي نضيف لاطوس طماط سانتا مطيشة. دابا راني تيجي تضيف شفنا وقزبر ومعدنوس هزوز عليه. نقطة أخيرة اللي هي زيت الزيتون، واللي هي نتيجة الضرب باش ما يحرقنيكم. بغيتي ديري عليها شوية ديال زيت العود كتبقى اختيار، ما تخفلوش عليها، كنوصيكم ما تخفلوش عليها. هذه هي النتيجة ديال الطاجين بيقمهم لا أبنى الطبطبة. أتمنى تنال إعجابكم إلى فيديو قادم، بحول الله صلوا على النبي.